أهلا بكم، نناقش في هذه الحلقة من عين على الديمقراطية بعضا من ردود فعل الوسط الثقافي والحقوقي العربي حيال خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العالمين العربي والإسلامي، والذي وجهه من جامعة القاهرة في الرابع من يونيو الحالي، خصوصا في الجزء المتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات. معي من لندن الكاتب والأكاديمي العربي المقيم في العاصمة البريطانية دكتور مأمون فندي، ومن العاصمة المصرية القاهرة مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد، ومن العاصمة السعودية الرياض الكاتب والناشط الحقوقي الدكتور عبد الرحمن الحبيب. مرحبا بكم ضيوف الكرام. يعني في البداية أود أن أتعرف إلى انطباعاتكم حيال هذا الخطاب تحديدا، يعني في تقديركم، والبداية منك دكتور مأمون فندي، يعني ما هو الجديد، ما هو الجديد في هذا الخطاب الجديد الذي قد يشكل يعني بداية علاقة جديدة بين الولايات المتحدة والعالمين العربي والإسلامي؟ أعتقد أن الجديد في 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 الخطاب هو باراك أوباما. الكلام ليس جديدا، الجديد هو الشخص، الجديد هو وجه أوباما، الجديد هو باراك حسين أوباما الذي له اسم مثل أسمائنا وله وجه مثل وجوهنا، حقق ما لم نستطيع أن نحققه، وربما ما لن نستطيع تحقيقه في نظام سياسي آخر وفي عالم آخر. رئيس شاب يشبه نصف الذين يمشون في شوارع العالم العربي، لكن في جو من الحرية وجو من المعايير التي تحكمها الكفاءة ولا شيء غير ذلك، استطاع هذا الرجل أن يخرج من أوساط الأمريكيين لكي يقود أكبر دولة في العالم. هذا الأمر مستحيل عندنا، ويعني ما لفت الأنظار في قصة أوباما هو أنه يشبهنا ولا يشبهنا، أنه رجل حمل لنا المرآة وقال لنا هذا دينكم الذي يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكم دينكم ولي دين، وهذا دينكم الذي يحمل التسامح، هذا دينكم الحنيف، ولكنكم تحتضنون في صحفكم وإعلامكم خطاب باللادن العنيف، فمن أنتم؟ هذه الأسئلة التي طرحها أوباما تخص جوهر الحركة وقوة الدفع في العالم الإسلامي، ولذا كان أوباما مربكا لكثير من المثقفين والكتاب. انتهى مع أوباما الخطاب المعلب الجاهز الذي ينتقد أمريكا بما فيها وما ليس فيها. هذا رجل ليس ذو وجه أبيض وعيون زرقاء مستعمر، هذا رجل يشبهنا. فالخطاب المعلب انتهى، ولذلك انشقت الألسنة. لا يوجد في الإعلام العربي اليوم حديث عن أوباما تجده صريحا، حديث مرتبك، لأن أوباما فجر هذا الخطاب. وهل هذا هو ربما دكتور فندي، هذا ربما يكون تفسير التناقضات التي ظهرت لدى بعض الكتاب العرب بين من يرى في خطاب أوباما خطابا إيجابيا مفتوحا ومنفتحا على العالم العربي، ومن ارتباك. نعم، حالة ارتباك كبيرة كما تقول. ولكن دعني أنتقل بسؤالي إلى جمال عيد في القاهرة. جمال، أنت كنت في القاهرة يوم ألقى باراك أوباما الخطاب، دعني أتعرف إلى انطباعاتك أولا كونك ناشط حقوقي وتدير واحدة من أبرز المؤسسات الحقوقية العربية، هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ما هو الانطباع؟ هل تتفق مع كلام دكتور مأمون فندي أن الجديد ربما ليس في الخطاب ذاته، ولكن في وجه باراك أوباما، في باراك أوباما الذي يشبه الكثيرين في العالم العربي وفي العالم الإسلامي؟ أهلا محمد، أهلا بالسادة الضيوف. في الحقيقة لا، أنا بختلف كتير مع الدكتور مأمون فندي. أعتقد أنه الجديد في خطاب أوباما، اللي في الحقيقة أنا لا أهتم بالشكل يشبهني أو لا يشبهني، أنا أهتم بالممارسة، الحديث في النوايا الطيبة. نحن يعني أنا من ضمن اللي شاف أنه هناك روح في نوايا طيبة، لكن لأن ما عانينا منه على طول سنوات عديدة كان الممارسات، فننظر بحذر متفائل إلى ما تضمنه الخطاب، خاصة وفي الحقيقة هناك البعض، وأيضا إحنا من وجهة النظر دي اللي بيشوفوا إنه الخطاب اللي كان مكتوب بدقة جدا أراد أن يرضي الجميع،
وفي الحقيقة لا نعتقد أن هناك من يمكن أن يرضي الجميع، يرضي الحكومات ويرضي إسرائيل ويرضي الغرب ويرضي الشعوب. في الحقيقة المسائل لدينا في العالم العربي مختلفة شوية، وإحنا في العالم العربي مش كتلة واحدة زي ما قال الدكتور، هناك حكومات مستبدة، هناك شعوب، الشعوب نفسها تحمل العديد من وجهات النظر. ما يمكن بالتحديد وصف خطاب أوباما به إنه بيحمل روح فيها انفتاح على الآخرين وإعلان لرغبة في الفعل شيء. هل سوف ينجح في فعل هذا الشيء أم لا؟ ده اللي هننتظر الأيام القادمة. أنت تقول أن هناك نوايا طيبة وأن هنالك انفتاح على الجميع. دكتور عبد الرحمن الحبيب، في السعودية أوباما زار الرياض قبل القاهرة، ما هي انطباعاتكم أنتم المثقفون والناشطون السعوديون حيال خطاب باراك أوباما الذي جاء من جامعة القاهرة، هذه الجامعة العربية العريقة؟ أنا أعتقد الانطباعات تتفاوت ومتباينة كثير، من الصعوبة تحديد انطباع محدد في العالم العربي كله أو في أي بلد، من الصعب أن نحدد. لكن بشكل عام أنا أنتمي لجهة ترى أنه المسألة ربما قريب مما طرحه الدكتور مأمون فندي، أنه المسألة ليس في المسج، المسج هي الاختلاف في الماسنجر. فعندنا في وجه جديد، ولكن أعتقد أيضا الأهم من وجه جديد وأهم من الخطاب هي المرحلة. أنا أعتقد حتى لو جورج بوش موجود ربما أو من اليمين الجمهوري فاز بالانتخابات، ربما ستبدأ أيضا مرحلة تغيير. المرحلة تتطلب تغيير. المشروع الأمريكي فشل ذريع في العراق وفي مناطق عدة، ويريد أن يعيد أجندته في المنطقة بأوباما أو بدونه. أوباما ربما أتى في الشخص المناسب في الوقت المناسب ربما، لكن التعامل اللي أرى أنا هي الحالة وليس الشخص بشكل عام. الحالة، الخطاب أيضا مزدوج بالحقيقة، في إيجابي وفي سلبي. الإيجابيات إنه زي ما تفضل الدكتور جمال عيد في القاهرة إنه نوايا حسنة، لكنه مبادئ عامة، مبادئ حقوقية عامة، مبادئ جميلة، لكنه فضفاض في النهاية. لا تمسك في أي شيء، لا يوجد في أي التزام، لا يوجد في أي برامج واضحة، لا يوجد في أي حاجة تستطيع أن تقول. ربما ذكر في باكستان وأفغانستان بعض مليارات ستنفذ، وذكر عن التنمية الاقتصادية بعض برامج من هنا وهناك. بقية الأشياء كان فيها نوع من مبادئ عامة ونوايا حسنة، لا تستطيع بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أن تقول أنك قلت هكذا أو هذه الأجندة. لا يوجد أجندة فيها، فضفاضة المسألة هنا. طيب، لا يوجد أجندة تقول أنه خطاب فضفاض وأنه يتضمن مبادئ عامة؟ وكما لو كنت دكتور عبد الرحمن والضيفين الدكتور مأمون وجمال عيد، هذا ما سنثير طبعا بعد الاستراحة، كما لو كنت أنت تتوقع وربما الضيفين الآخرين يتوقعان أجندة محددة، برامج عمل محددة في هذا الخطاب، سأثير ماذا تتوقعون، ماذا كنتم تتوقعون ولم تستمعوا إليه في خطاب أوباما، ولكن بعد استراحة قصيرة. أهلا بكم مجددا. خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العالمين العربي والإسلامي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات، هو موضوع هذه الحلقة من عين على الديمقراطية. دكتور مأمون فندي في لندن، أشرت حضرتك إلى ملاحظة مهمة بداية هذه الحلقة، إلى وجه باراك أوباما الجديد، إلى اسم باراك حسين أوباما الجديد. الوجه والاسم اللذان يشبهان الكثير من الوجوه والأسماء في العالمين العربي والإسلامي. هل تقول أنه أيضا مدخل نفسي إلى هذين العالمين، إلى العالم العربي تحديدا، مدخل نفسي بمعنى أن هذا الوجه وهذا الاسم لا يشبهان على الإطلاق الصورة النمطية للولايات المتحدة، للغرب، الصورة الاستعمارية القارة والراسخة في أذهان العرب؟
هذا صحيح. لو سمحت لي أخي أستاذ محمد، هو يعني المشكلة في زيارة باراك أوباما وخطاب باراك أوباما ووجه باراك أوباما، كما ذكرت أنه فخخ الخطاب المعلب لدينا في المنطقة العربية والصور النمطية الجاهزة عن الولايات المتحدة الأمريكية. مشكلتنا في العالم العربي اليوم أنه ليس لدينا أفراد كما في الغرب نتحدث بنوع من الصراحة ونختلف بصراحة حول حدث مثل حدث أوباما. لدينا في العالم العربي أمثال راسخة، فمن يتحدث باختلاف يقال عنه أنه يغرد خارج السرب. عقلية السرب مسيطرة في الحديث وحتى في تفسير خطاب باراك أوباما. منذ فترة كتبت مقال في نقد الإعلام العربي اسمه مش عصفور، لأنه الثقافة العربية بشكل عام تقول أن عصفور في الإيد خير من 10 على الشجر. أنا بقول أنه العصفور يوجد على الشجر فقط في عالم حر طليق يرفرف كما يشاء. لا توجد عصافير في اليد أساسا. إذا وجد في اليد أو في القفص فهو ليس عصفور. إذن معظم كتابنا ومثقفينا ومساحاتنا للكتابة وحرية التعبير كلها داخل القفص أو في اليد، وبالتالي لن تكون قادرة على قراءة زلزال مثل زلزال أوباما بنوع من القدرة على الاختلاف والحرية في الاختلاف. أنا متأكد أن كثيرين رأوا في أوباما أشياء كثيرة، لكن كل ما قيل حتى الآن ينحصر في جملتين. الجملة الأولى ده كلام وخلينا نستنى الأفعال. الجملة الثانية الراجل متواضع ولطيف وشفناه بلابس كاجوال أمام الهرم وياريت يكون عندنا من ده. يعني ده اختصار مخل ربما بالأفكار التي أحاطت الظاهرة، لكن ما قاله أوباما مهم جدا. رفع أوباما المرآة للعالم الإسلامي وقوله لهم هذا دينكم الحنيف فلماذا تتبعون طيب. باللادن العنيف. نعم. كل هذه الأشياء لم نستطع الإجابة عليها لأن ألسنتنا معقودة. طيب ولا نستطيع ألا تتفق أن الخطاب أيضا كما ذكر الأستاذ جمال عيد ودكتور عبد الرحمن في الرياض أنه خطاب فضفاض، خطاب مبادئ عامة، يعني لا يحمل أجندة محددة، لا يحمل برنامج عمل واضح محدد لمستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي تحديدا. مع كل الاحترام للدكتور عبد الرحمن والدكتور جمال، يعني طبعا هذه هي الخطابات الرئاسية بشكل عام، لابد وأن تكون فضفاضة. التفاصيل هذا ما يسمى بالفيجن أو هي الرؤية، ولكن بعد ذلك مسألة التنفيذ ومسألة الامبليمنتيشن تعود إلى التنفيذيين من الوزراء المختلفين. لكن من وجهة نظري أن الرؤية مختلفة، أن رؤية الانجيجمنت أو الحوار مع العالم الإسلامي جديدة بالنسبة للخطاب الأمريكي، أن رئيس أمريكي يقتبس من القرآن الكريم أكثر من مرة ويقتبس من التراث الإسلامي، هذا جديد طيب. بالنسبة للثقافة الأمريكية، وأنت تعرف أنني يعني عشت في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ربع قرن، فمدرك صحيح. تماما لتحولات الخطاب طيب. الأمريكي، فأنا أعتقد أن هناك جديد جدا. نعم. جمال، ما الذي كنت تتوقع من خطاب أوباما؟ يعني ما هي يعني الأفكار المحددة أو البرنامج المحدد الذي كنت تتوقع أن تستمع يعني في هذا الخطاب؟ يعني خلينا أقول أنه الأول تعليق سريع، أنه فكرة أنه خطابات يعني المبالغة الشديدة في أنه هو كأنه عمل ثورة في الخطاب بتاعه، زي ما بيقول دكتور مأمون ما عملش ثورة، هو زي ما قال عمل خطاب رؤية عامة والباقي متروك. في الحقيقة يعني لو حللت خطاب أوباما يعني نقطة نقطة في السبع نقاط اللي طرحها، في الحقيقة العديد من النقاط ضده وليست لصالحه، مثل ما مساواته بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين مثلا، انه تحدث عن الأرامل والأطفال الإسرائيليين اللي بيقع عليهم الصواريخ، ثم تحدث عن إهانات تقع على الفلسطينيين. في مشكلة انه يساوي بين الضحية والجلاد، انه حين يتحدث عن قنابل اللي بتسقط لا يتحدث عن آلاف القتلى اللي بيقع كل يعني كل فترة بين المقاومة الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني. لكن احنا فعلا متطلعين اي شيء هيفعله أوباما يكون افضل من الإدارة السابقة، لكن مش مع التهويل في الحقيقة من الخطاب. وانا لا يعنيني في الحقيقة
شكله يعني لوني ولا طيب اسمر ولا جمال أشعر جمال دعنا من يقمعوننا هما يشبهوننا. طيب دعنا نحدد النقاش قليلا. يعني باراك اوباما في النقاط السبع التي اثار في هذا الخطاب، من بين هذه النقاط هناك اربع نقاط تتعلق بقضايا الحقوق والحريات والديمقراطيه. يعني تحدث عن الديمقراطيه والحكم الصالح، تحدث عن حقوق المراه، تحدث عن الحريه الدينيه، تحدث عن التسامح الديني. أليس هذه النقاط هي شكل من أشكال برامج العمل الرؤية الواضحة حيال العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة وبين العالم العربي، خصوصا فيما يتعلق بدعم قضايا الديمقراطية التي تعمل أنت فيها أستاذ جمال؟ يا أستاذ محمد، في الحقيقة حتى هذه النقاط اللي طرحها لم يتضح موقف محدد. نحن نتحدث في العالم العربي اللي هو رغم الاختلاف، لكن الشعوب برغم الرؤى علمانيين يسار قوميين وإسلاميين في الحقيقة يعني كلهم بيتطلعوا للحرية. الحكام دائما بما أوباما زي الحكام العرب تحدث عن أفكار عامة واضحة جدا، لم يتحدث عن انحياز. في العالم العربي في الحقيقة لابد من انحياز، أوباما لم ينحاز، على العكس يعني لم يتحدث مع الإدارة المصرية ولا مع الإدارة السعودية عن في الحقيقة الطوارئ اللي في مصر، عن قمع حرية التعبير، عن فكرة الانتخاب، عن الانتخابات الغير نازية. لم يتحدث في السعودية عن الآلاف المحتجزين بدون محاكمات لمجرد قرارات من طيب وزير الداخلية. طيب عن سجن الحائر، عن نعم فين اللي قاله في الديمقراطية؟ نعم جمال أنت تتحدث عن يعني الطغاة العرب بيقولوا خطاب زي خطاب. طيب جمال أنت تتحدث عن السعودية، دعني أذهب إلى السعودية للرياض الدكتور عبد الرحمن. يعني أعود أيضا يعني فكرة العلاقة ربما بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين الحكومات العربية، هل ستعود إلى علاقة تقليدية دعم مباشر؟ يعني الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش اعترف اعترافا صريحا في نوفمبر 2003، قال أن الولايات المتحدة دعمت نظم تسلطية في المنطقة العربية على مدى 60 عاما، وأن هذا الدعم لم يخدم لا أمن الولايات المتحدة ولا خدم العالم العربي أو المجتمعات العربية. هل ستعود هذه العلاقة التقليدية خصوصا بعد زيارة أوباما إلى الرياض ولقائه الملك عبد الله دون أن يشير إلى أي من ملفات حقوق الإنسان الموجودة في هذا البلد؟ اريد ان احدد، يعني اتفق مع الدكتور مأمون فندي انه الخطاب يعطي رؤيه فيجن عامه، يعني لا نريد اجنده، اكيد يعني الاجنده تاتي بعد ذلك، لكن حتى الفيجن غير واضحه. لا يعني الخطاب ينقصه التحديد والوضوح. عندما تكلم الاستاذ واتفق معه جمال عيد في مساله الديمقراطيه، يعني حتى انت ذكرت في سؤالك، نعود لسؤالك، ان جورج بوش عندما طرحها في السابق كان يلوح بعصا وجزره. في خطاب أوباما لا يوجد لا عصا ولا جزرة، يعني كان يتكلم بطريقة ترضي الجميع، من الشرق إلى الغرب، من الأنظمة، من الحكومات، من الشعوب، من منظمات حقوق الإنسان، وإن كانت منظمات حقوق الإنسان على سبيل المثال في الشرق الأوسط منظمة هيومن رايتس أيدت في نفس اليوم، يعني سارة المديرة التنفيذية أيدت الخطاب واعتبرته خطاب مبادئ عامة، ولكن قالت أيضا نريد أن يكون أكثر وضوحا، أن يكون أوباما أكثر وضوحا وتحديدا في مسألة المعتقلين السياسيين، مسألة حرية الصحافة، مسألة التعذيب في السجون، مسألة المعارضة السياسية. هذه حدد في نفس اليوم، يعني منظمات حقوقية. يعني ليس أختلف مع الدكتور مأمون فندي أنه المسألة موقف من أوباما أو من أي زعيم أمريكي، هذا موقف حتى في أمريكا من منظمات حقوقية. نعم. أيضا تعتقد طيب أنه هناك نوع دكتور من نعم. نعم دكتور عبد الرحمن، يعني أنت لا تحديد نعم ذكرت قضية مهمة. أنا أعذرني على المقاطعة، مضطر الذهاب إلى الاستراحة، ولكن سأعود إلى مناقشة ما ذكرت. قلت أن خطاب أوباما لم يتضمن لا عصا ولا جزرة، وكما أنك تقول بصيغة أخرى أنه لابد عند مخاطبة العالم العربي لابد من وجود العصا أو الجزرة أو كليهما ربما، هذا ما سنثير ولكن بعد استراحة قصيرة. أهلا بكم مجددا. خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العالمين العربي والإسلامي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات، وموضوع هذه الحلقة من عين على الديمقراطية. أعود إلى ضيفي في الرياض
دكتور عبد الرحمن، باختصار هل لابد من وجود العصا والجزرة عند مخاطبة العالم العربي، عندما يخاطب رئيس أمريكي أو رئيس غربي أو أي جهة في الغرب، هل لابد من وجود هذه العصا والجزرة؟ لا أعتقد لابد. يعني إذا تكلمنا عن المنظمات اللا حكومية ومؤسسات المجتمع المدني ربما تتاح لها هذه الفرصة، لكن إذا نتكلم عن ديمقراطية تأتي إلى العراق عبر دبابة، اللي يؤمن بحقوق الإنسان بالتأكيد سيرفض هذه النقطة. الرئيس نفسه أوباما قال لا يمكن لأي دولة ولا ينبغي أيضا أن تفرض نظاما للحكم من دولة أخرى. إذا هذه مرفوضة حقوقيا ومبدئيا في مبادئ الإنسانية. لكن هناك أساليب أيضا لا تستطيع، الآن نحن في زمن العولمة وعالم واحد، لا نستطيع أن نرى إجحافات في حقوق الإنسان في الدولة الفلانية والدولة الفلانية دون أن تتحرك أولا مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية والدولية. هذه نفس المنظمات قد تضغط. يعني إذا أخذنا منظمة هيومن رايتس ووتش موقعها في نيويورك على سبيل المثال، أو منظمة العفو الدولية أو غيرهم، هذه تضغط أيضا على الأمم المتحدة وتضغط على الدول تعبر عنها غالبا أعظمها وأعظم دولة الآن في العالم وهي أمريكا. طيب فبالتالي طيب عندما لا يبالي زعيم الإدارة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي لا يبالي بمثل هذه، ويتكلم بطريقة كما قال الأستاذ جمال عيد يتكلم بطريقة محايدة جدا، وأنه على أن نحترم بعضنا بعض وكل واحد يحترم خيارات الآخر ونمشي ولا شيء حصل وكل طيب راضي وأرضيت الجميع. نعم وفي الحقيقة نعم لن تعمل أنت شيئا. أنت لم تجب دكتور عبد الرحمن، لم تجب على سؤال، يعني تقول أنه لا يبالي. هل كان يجب في تقديرك، هل كنت تتوقع من باراك أوباما أن يعني يضع بعض الشروط ويمارس بعض الضغوط على بلد مثل السعودية عند لقائه الملك عبد الله فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمعتقلين في السجون السعودية، معتقل الرأي إلى آخره، دعاة الإصلاح والشورى، هنالك حوالي 12 معتقل اليوم في جدة؟ لا أنا لست مع الضغط إطلاقا. أنا ضد أن تقوم أي دولة أخرى ضد بالضغط على دولة أخرى لفرض أي نظام معين أو طريقة معينة بما فيها المسائل هذه. لكن أوباما نفسه باستثناء هذا الخطاب كرر عدة مرات، وفي خطاب الرئاسة كرر بأنه أن الدول التي ستمضي في الطريق الصحيح لحقوق الإنسان والديمقراطية ستجد كل ترحيب وكل دعم من الولايات المتحدة. هذا خطاب تشجيعي على الأقل جزرة. يعني الضغوطات، لا شك أن الضغوطات أثبتت في الفترة الأخيرة مسألة وضع سلبي في المنطقة، هذا واحد. السياسة الأمريكية فقط مع بوش هي اختلفت بعد 11 سبتمبر، لا تتدخل أصلا. يعني قد تتدخل الدول الأوروبية في طيب مسائل الضغط طيب لحقوق الإنسان، واضح. أمريكا لا تتدخل، أمريكا تتعامل مع الأنظمة ولا تتعامل مع الشعوب. واضح. دكتور مأمون فندي، يعني عندما تضغط الولايات المتحدة على دول عربية فيما يتعلق بتحسين سجلها أو ملفات حقوق الإنسان، قضايا الإصلاح والديمقراطية، يعني نسمع الأصوات الرافضة لهذا التدخل ويعتبر تدخل خارجي. عندما لا تضغط الولايات المتحدة يقولون أنه خطاب محايد ولا يوجد فيه لا جزرة ولا عصا. يعني ما هو الحل، ما هو المخرج في هكذا إشكالية في تقديرك؟ ظني أن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع العربي ربما يبدأ من المجتمع وليس من الحكومات أو من الخارج أو الداخل. أعتقد أن مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية هي نتاج لثقافة سلطوية. أنا لا أعتقد أن الأنظمة السلطوية في العالم العربي أتت من الفضاء. يعني هؤلاء نتاج لمجتمعات تسودها أفكار، يعني يسودها التكفير للتفكير. لدينا عالم يسيطر عليه التكفير بمعناه التخويني للوطن، والاختلاف في الرأي هو عيب وهو مكفر ومخون. يعني معركة العالم العربي اليوم هي معركة التفكير ضد التكفير. فإذا كانت الثقافة العامة بمثقفيها وصحفها وإعلامها هي ثقافة سلطوية واستبدادية، فكيف تتوقع أن تنتج لك حكاما غير ذلك؟ يعني الحكام هم نتاج ونبت طبيعي لهذه الثقافة. فأعتقد يبدأ النقد من نقد الذات بما فيها المنظمات الحقوقية أو منظمات حقوق الإنسان، لأن منظمات حقوق الإنسان حتى في العالم العربي يمكن أن تسميها إكسكلوسيف كلاب أو أندية مغلقة لمجموعات مختلفة، يعني لا ينخرط فيها الشعب.
جماعات المعارضة أيضا أندية مغلقة، يعني هناك مدارس للتفتيش في النوايا إذا ما دخلت لحزب معارض أو لجمعية حقوق الإنسان أو لأي منظمة أخرى. يعني المسألة يجب أن تنفتح أكثر من ذلك. وقبل أن ننتقد نظام حكم سلطوي، أعتقد نظام الحكم هو جزء من منظومة فكرية كبرى يجب تفكيكها تماما، تفكيك الأفكار السلطوية في المجتمع ذاته، من المنزل، من ثقافة أبوية في البيت إلى ثقافة سلطوية في الصحافة والإعلام إلى ثقافة سلطوية في المدرسة. تفكيك هذه المنظومة سيؤدي في النهاية إلى نظام حكم رشيد. تتحدث دكتور مامون عن مناخ ثقافي واجتماعي عام يكرس يكرس هذا الخطاب التسلطي. جمال عيد، كيف في تقديرك يمكن أن تدار معركة التفكير ضد التكفير كما يقول الدكتور مامون فندي؟ هذا واحد. ثانيا، يعني دكتور فندي أيضا اتهم بعض المنظمات الحقوقية العربية باعتبار أنها أندية مغلقة وهي بالتالي جزء من هذا المناخ العام المغلق التسلطي. يعني دكتور مأمون فندي في الحياة بقاله سنوات غايب عن العالم العربي، ما يعرفش يعني ايه بقى في صحافه مستقله واوضاع بيدافعوا ومدونين بيدخلوا السجون ومنظمات حقوقيه بيتحركوا بيجروا في الشارع. انا قادم الان لهذا اللقاء وزمايلي 7 محامين مش موجودين في المكتب لانهم بره القاهره في جلسات ومحاكم في الحياه. ثانيا، يعني فكره الحديث من الخارج ما فيش اسهل منه. في الحقيقه لدينا منظمات وصحف مستقله واوضاع ومدافعين عن الديمقراطية في أحلك الظروف وفي ظروف قاتمة جدا، وسبب الحكومات أولا. الثقافة في الحقيقة ما بين وهابية وما بين الإغلاق هي نتيجة يعني هذه الحكومات. ورغم كده بنقول أنه طبعا لدينا مشاكل في الثقافة، لكننا لسنا كل واحد. هناك في الحقيقة تعدد في الآراء وفيه نضال حقيقي في الشارع العربي الآن لا يمكن تغافله، ولا يمكن أيضا نتحدث عن الصيغة بتاعة الإسلاميين ابدأ بنفسك. في الحقيقة لدينا حكومات مستبدة. باراك أوباما حينما تحدث حاول يرضي الاثنين. احنا مش في اسكندنافيا، احنا في العالم العربي، آخر محطات القمع في العالم. عليك أن تقول خيرا أو لتصمت، وده اللي قلناه هنا في نفس المحطة وقلناه في لقاءات من قبل. 8 سنوات لن يمحيهم مجرد خطاب يحمل نوايا جيدة. احنا غير متشككين، لكن كمان مش عايزين نبالغ على انه جاء بالثورة في الخطاب. طيب هل خلينا ننتظر فعل واحد في الحقيقة. طيب جمال، لا يعني دوركم معروف، خصوصا الشبكة العربية ودورك شخصيا في المساعدة على اطلاق سراح العديد من المعتقلين في الدول العربية. انا شخصيا اعرف هذا الدور جيدا ولا يوجد تشكيك. هنالك بعض المنظمات ايضا كما ذكر الدكتور مأمون فندي، هناك منظمات مغلقة في بعض الدول العربية ليست بالضرورة في مصر، ولكن هل دي اللي بتاخد دعم من المعونه الامريكيه يا استاذ محمد؟ في الحقيقه المعونه الامريكيه والحكومه الامريكيه اللي بيدافع عنها الاستاذ مأمون الوقتي هي اللي بتخرب المجتمع المدني. هو الدكتور مأمون لا يدافع عن احد الان، ولكن في سيره المعونات، هل لديكم اليوم مخاوف كناشطين حقوقيين يعني كمجتمع مدني عربي لديه علاقات بمنظمات المجتمع المدني الغربية إن كانت في أوروبا أو في الولايات المتحدة؟ هل لديكم مخاوف من تراجع هذا الدعم، ربما تراجع التوجه الأمريكي لدعم التحولات الديمقراطية، هذا التوجه الذي بدأ قبل 7 سنوات مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش؟ من يعتمد على إدارة الحكومة الأمريكية عليه أن يكون قلق. نحن لا نتعامل مع حكومات من حيث المبدأ، خاصة الحكومة الأمريكية. نحن نتعاون مع منظمات غير حكومية دائما. إذا التراجع في دور الإدارة هي مشكلة من يعتمد على هذه الإدارة. ما عندناش المشاكل من النوع ده. وأيضا نحن نعتقد أن حركة حقوق الإنسان والديمقراطية يصنعها الشعوب. كل ما اللي كنا بنقوله أنه كفاية عندنا أعدائنا الحكام اللي موجودين دول مش عايزين تواطؤ كمان من الإدارة الأمريكية. طيب ده بوضوح ده موقف واضح جدا. ناخذ استراحة قصيرة مشاهدينا الكرام ونعاود النقاش.
أهلا بكم مجددا، وقبل مواصلة النقاش حول خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العالمين العربي والإسلامي خصوصا فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات، نتوقف مع البيان الذي أصدره فريق الدفاع عن معتقل من يوصفون بدعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان في السعودية، والذي أشار إلى إضراب أحد هؤلاء المعتقلين وهو سعود بن حسن مختار الهاشمي عن الطعام منذ مطلع الشهر الحالي احتجاجا على ما وصفه البيان بالانتهاكات العديدة التي تعرض لها ولا يزال داخل السجن. للمزيد حول هذه القضية وتداعياتها معنا عبر الهاتف من مدينة جدة في السعودية وليد سامي أبو الخير، عضو فريق الدفاع عن المعتقلين. وليد مرحبا بك، ما هي طبيعة وأشكال الانتهاكات أو التعذيب الذي تعرض له هذا المعتقل في السجن؟ أهلا بك أستاذ محمد وشاكر لك هذه الفرصة. الدكتور سعود بن حسن مختار الهاشمي اعتقل حاليا ما يزيد عن السنتين والنصف. في كل هذه المدة، طيلة هذه المدة، كان الاعتقال في حبس انفرادي في زنزانة، كان غير مطلع على ما يجري في العالم الخارجي، منع من التلفاز، منع من الصحف، في فترات طويلة منعت عنه الزيارة، تجاوزت هذه الفترات السنة وشهرين أو ربما أكثر أيضا، في فترات أيضا ضرب، في فترات كبل باليدين والرجلين ووضع في مكان واقفا لمدة 10 ساعات، في فترات أيضا وضع في غرفة شديدة البرودة حتى يوقف إضرابه. نعم. وأمور أخرى كثيرة من هذه الانتهاكات. طيب هل هنالك متلاحقة؟ نعم. في هذه السنتين والنصف. طيب هل استمعتم إلى موقف ما من السلطة، من السلطة المحلية ربما، من قرار سعود الهاشمي الإضراب عن الطعام؟ والله للأسف هو هذا الذي يحدث دائما، أن السلطة تتجاهل وكأنه شيئا لم يكن، تريد أن تبخس هذا الإضراب حقه وتتعامل مع المضرب بشكل في 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 حالة من التكتم داخل السجن، تسعى بكل الطرق لإيقاف إضرابه بينما هي في الخارج وكأن شيئا لم يكن، ولا تصرح ولا تلقي. طيب. لهذا الإضراب أيه. طيب هذا المعتقل وغيره ربما من المعتقلين، هنالك أكثر من معتقل كما أعرف في 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 السجن في جدة، هؤلاء متهمون، يعني السلطة تتهم هؤلاء بدعم الإرهاب، بتمويل الإرهاب أو التطرف داخل وخارج السعودية. هو في الحقيقة يعني إحنا كقانونيين نطالب السلطات السعودية بأحد أمرين، إما أن تخرج عنهم فورا لأن قانون نظام الجرائم الجزائية نص على أن الحبس الاحتياطي 6 أشهر ثم يفرج عنهم مباشرة إذا لم يتوجه لهم تهمة رسمية، فإما أن توجه لهم تهمة رسمية بتمويل الإرهاب وحاكمهم بمحاكمة عادلة علنية، وإما أن تفرج عنهم فورا، أما أن تبقيهم سنتين ونصف دون أن توجه لهم هذه التهمة، هذا واحد. اثنين، البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بعد اعتقالهم بيومين فيه كثير من المغالطات، الأمر الذي يثبت أن هذه التهمة ملفقة، وأنا أقول هذا الكلام وأنا متحمل تبعاته قانونيا. لماذا؟ لأن البيان ذكر أنه تم اعتقالهم في استراحة، وثلاثة منهم لم يعتقلوا في مدينة جدة في استراحة، أحدهم في المدينة وآخر في 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 في, في الطريق إلى جدة وآخر في مدينة أخرى. هذا الأمر. الثاني أنهم قالوا أنهم مولين للإرهاب، وناس منهم معروفون جدا بمعاداتهم للإرهاب، بمعاداتهم للنشاط، مثل المحامي عصام بصراوي الذي يفرج عنه فيما بعد، مثل الدكتور عبد الرحمن الشميري وغيرهم، يعني أناس مشهود لهم. طيب إذا هذه التهمة للأسف تروجها. نعم. وزارة الداخلية حتى تسكت الرأي العام. نعم. ويعني بلغنا من مصادر موثوقة أن بعض ممثلي وزارة الداخلية قالوا هذا، قالوا نحن قلنا هذه التهمة حتى نسكت الناس وحتى لا يلوك ألسنتهم بقضية معتقلي جدة. طيب وليد سامي أبو الخير، عضو فريق الدفاع عن هؤلاء المعتقلين، شكرا جزيلا لك. دكتور مامون فندي، نعود إلى قضية هذه الحلقة، خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جامعة القاهرة. يعني هنالك تركيز في هذا الخطاب كما لاحظت حضرتك على يعني قضايا الحريات الدينية، التسامح الديني. أنت أيضا نشرت مقال، عنوان هذا المقال هو لمن استمع العالم الإسلامي، وأشرت إلى أن باراك أوباما تمكن كما ذكرت في المقال من سحب البساط من تحت أقدام الخطاب المتشدد أو المتطرف في العالم العربي. هل هذا هو التوجه الجديد؟ هل هذا هو جوهر هذا الخطاب، مواجهة الإرهاب اليوم، مواجهة التطرف بخطاب منفتح يحاول الاقتراب ربما من الجيل الجديد في العالم العربي، من جيل الشباب تحديدا؟ هذه حقيقة، ولكن دعني قبل هذه الإجابة يعني أتطرق إلى ما قاله الأستاذ عيد من القاهرة بسرعة شديدة، وسأعود إلى هذه الإجابة. بداية
عندما سألت الأستاذ عيد عن ما قلته أنا فيما يخص منظمات حقوق الإنسان، مارس بالضبط ما كنت أنتقده في الفقرة التي سبقتها، بمعنى أن العالم العربي الآن محاصر بعقلية التفكير والتخوين والتهميش. قال لك أن مأمون فندي يعيش في الخارج، وبالتالي كلامه ليس مهما، يعني لم يناقش الفكرة ولكنه ناقش الشخص، ثم بعد ذلك استشهد بما يحدث في القاهرة. وأذكر الأخ عيد أن مصر ليست القاهرة، مصر هي دولة طويلة عريضة، وأن من يقومون بأن أسوأ ممارسات يعني التي هي ضد حقوق الإنسان تحدث في الأقاليم، في الصعيد الذي أنا منه، في مراكز الشرطة في الصعيد وغير ذلك، ليست القاهرة هي مصر، تحدث في سيناء، تحدث في الشرقية والغربية وغير ذلك. النقطة الثالثة وأخيرة بسرعة جدا، أن عندما نتحدث عن ما يسمى بأسطورة الصحافة الخاصة في مصر، أذكر الأخ عيد بأن من يكتبون في صحف الحكومة في الصباح هم من يكتبون في صحف الخاصة في المساء. نعم. هي نفس اللاعبين. على حال وأيضا دكتور نادي مغلق للصحفيين. لا نريد أن يذهب الوقت. نفس الخطاب. حتى نعم. لن ندخل في جدل في نعم. ذلك. لكن كل ما أقوله أن مسألة التهميش والتخوين على أن الإنسان يعيش في الخارج، هذا أيضا ضد حقوق الإنسان التي ينادي بها الأستاذ عيد. أما خطاب أوباما، أنا أعتقد أن العالم الإسلامي استمع إلى أوباما، وشريط بن لادن الذي ظهر قبل يوم وصول أوباما إلى الرياض بات محاصرا في درج في قناة الجزيرة، لم يستمع إليه أحد. أعتقد أن هناك جيل طويل عريض مختلف، من جيل التفكير الذي ملأ ساحات الفيسبوك والإنترنت والفضاءات الحرة خارج العالم العربي المغلق، بدأ يتحرك ضد جيل التكفير الذي سيطر على العالم العربي في فترة السبعينات والثمانينات حتى جزء كبير من التسعينات، وهم الذين يملكون الساحة. أعتقد نعم. هناك جيل جديد خرج من القمقم. نعم. وأوباما كان يتحدث عن هذا. تقول أن أوباما نجح إلى حد ما في سحب البساط من تحت أقدام المتشددين من خلال هذا الخطاب الذي ألقاه إلى حد كبير. إلى حد نعم. كبير. دكتور عبد الرحمن الحبيب، هل تتفق مع هذا الكلام؟ نعم أتفق، يعني وأعتقد وأتفق معه في أكثر من قبل هذا الكلام، أتفق معه في مسألة إنه المرحلة، أنا عميل إنه المرحلة الآن مرحلة اعتدال، يعني في فيما يحصل انتهت، يعني بدأت ملامح نهاية مرحلة التطرف. يعني وجدنا الآن في الانتخابات مثلا في الكويت، قبلها في العراق، قبلها في الأردن، وحتى خارج العالم العربي في باكستان، وحتى خارج العالم الإسلامي في الهند، يعني نجاح حزب المؤتمر. يعني التطرف سواء الديني بكل أشكاله، الإسلامي أو الهندوسي أو أشكاله، حتى في سريلانكا التطرف بدأ يخبط خلال السنتين الأخيرتين. أرجع لما قلته في بالنسبة للخطاب، الخطاب ليس أهميته في الشخص في اعتقادي، ولا في أهميته في المرحلة. هناك استحقاقات للمرحلة، المشروع الأمريكي واجه فشلا في العراق وفي أفغانستان، والآن يعدل الأمريكان براغماتيون وعلى طول يعدلون، لا لديهم أي إشكالية. المرحلة المنطقة الآن لديها، يعني الانتخابات اللبنانية بالمناسبة الأخيرة أيضا هناك ميول للاعتدال أكثر، هناك ميل من وجهة نظري للاعتدال. المرحلة لديها استحقاقات معينة، الخطاب أتى ليكمل هذه الاستحقاقات ويتوجها كمبادئ عامة دون أن يدخل في رؤية واضحة ومحددة. أريد نقطة أيضا ذكرها الدكتور مأمون فندي أريد أن أوضحها، مسألة أن التغيير يأتي من الداخل، هذه لا أحد يجادل فيها، هذه أبجديات في السياسة الجميع يتفق عليها. التغيير يأتي من الداخل، والحكام العرب هم حكام من أبناء الشعب العربي، ولم يأتوا من المريخ، من الثقافة الاجتماعية المستبدة، الثقافة الأبوية الذكورية نعرفها، هذه منتهي منها. نحن نتكلم عن خطاب خارجي ونتكلم عن العامل الخارجي، لم نتكلم عن العامل الداخلي. نعم، ولكن يعني الكلام، نحن لا نريد أن نذهب اليوم عن الكلام عن الخارج والداخل، ولكن يعني دام التحولات الديمقراطية بالضرورة هو ينبع من مجتمعات من الداخل، من تحركات الجماهير، هذا ما قالته تجربة أمريكا اللاتينية، هذا ما قالته التجارب في أوروبا نعم الشرقية، نعم تجارب في آسيا، نعم، ولكن كانت دائما هنالك دعم وتشجيع نعم من المجتمع المدني الدولي، المجتمع الخارجي. جمال عيد، يعني
باراك أوباما من خلال هذا الخطاب على الأقل خطى خطوة متقدمة إلى العالم العربي. ما هو المنتظر اليوم؟ ليس من الحكومات العربية وليس من النخب الحاكمة في العالم العربي، ولكن من النخب المثقفة، من نخب الناشطين السياسيين، دعاة الديمقراطية، دعاة حقوق الإنسان. ما هو المنتظر المتوقع منهم اليوم في مواجهة هذا الخطاب، ربما لمد اليد المقابلة؟ في الحقيقة أول شيء عدم الترويج للنموذج الأمريكي أو السعودي في قول آخر، دي حاجة مهمة. عدم التواطؤ، عدم الحديث عن ديمقراطية، يعني لماذا تربط، اسمح لي، لماذا تربط النموذج السعودي، النموذج الأمريكي بالسعودي؟ ما هو وجه الشبه بين النموذجين؟ لأن في الحقيقة يعني الحلفاء الثلاثة الأكثر قربا من الحكومة الأمريكية هي السعودية ومصر واسرائيل، يعني عندي انا موقفنا واضح من اسرائيل وموقفنا واضح من الحكومه المصريه واحنا موجودين، فكان لازم نذكر الحليف او الشريك الثالث. تمام، دي حاجه، دي حاجه مهمه. يعني اوباما زار السعوديه، لم يتحدث عن اوضاع حقوق الانسان، زار مصر لم يتحدث عن الاوضاع ومسك العصايه من النص، ورغم كده بندي له فرصه اكتر انه لو هي يعني لو هياخد خطوات ياخد خطوات في اتجاه منحاز، يا منحاز للناس يا للحكومات. المتوقع او اللي يعني بنتمناه من المثقفين كجزء من الشعوب العربيه باختلاف مرجعياتهم، لان لدينا مرجعيات مختلفه واحنا مش كتله صماء زي ما قلت، ليبراليين وعلمانيين ويسار وقوميين واسلاميين، ولدينا هدف واحد، انهاء الاستبداد ده حتى في ظل الاختلاف. ما فيش تواطؤ، ما فيش ترويج لنموذج أمريكي حكومي. إحنا مش ضد الشعوب، يعني إحنا بنتكلم عن اختلافات، ولكن مع الحكومات، ولكن جمال القرب أكتر من جمال من الناس في الحقيقة والتفاعل مع مشاكلهم. خلينا نكون واقعيين شوي، يعني جزء من فكرة التحول الديمقراطي هناك جانب تقني، يعني جانب أدواتي آلاتي إن أحببت. النموذج الأمريكي نموذج متقدم يعني في الجانب التقني الآلاتي وليس في جانب الأفكار، يعني إذا كانت لا تتناسب الأفكار الأمريكية والأفكار الغربية مع الثقافة العربية، فعلى الأقل هذه الحزمة من الأدوات يمكن أن تتناسب في أي مكان. أنا ما قلتش مش مختلف مع ده يا محمد، وكمان ما بتكلمش عن عداء أعمى، أنا بتكلم عن اختلاف مع حكومات ونموذج. في الحقيقة احنا بنتكلم كمان الثقافة العربية ثقافة قديمة ومحترمة وجادة، كون ان في شوية متشددين، ما هو موجود في امريكا متشددين وفي اسرائيل والسعودية بيحكمها متشددين، فانا اننا اقول العالم العربي كله ثقافة واحدة، في الحقيقة ده مش هيقدمنا، هيرجعنا المربع صفر. اللي بقوله على المثقفين يبقوا اكتر ارتباطا بالناس، انه يأكدوا على ان هناك في فرق بين الحكومات وبين الشعوب، ويعلنوا انحيازهم للناس للشعوب، ده الانحياز الوحيد الحقيقي اللي ليه معنى. طيب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من القاهرة، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي في الرياض الدكتور عبد الرحمن الحبيب الكاتب والناشط الحقوقي السعودي، ومن العاصمة البريطانية لندن أشكر الدكتور مأمون فندي الكاتب والأكاديمي العربي المقيم في بريطانيا. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة من عين على الديمقراطية، اكتبوا إلينا بأية أفكار أو موضوعات أو قضايا تحبون إثارتها في البرنامج، كما عن آرائكم وانطباعاتكم، بريد البرنامج الإلكتروني iondemocracy@alhurra.com. حتى نلتقي، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي محمد اليحيى، إلى اللقاء.